هذا شركة طوبة، شركة تركي. في تركيا نحن عندنا الحجاب ممتاز. في تركيا أكبر شركة حجاب، وفي جميع تركيا الملابس شركة النسوان هي نمبر 2، وفي الحجاب نمبر 1 في تركيا. هذا نحن مشينا أقدم سنتين على المغرب، ماركت المغرب. اليوم سنتين ندير ماركتينج وريسيرش في المغرب، كيف نحن نعمل هون، بضاعتنا تمشي ما تمشي، البراند يمشي ما نمشي. وبعد آخر سنتين بلشنا إن شاء الله، فهذا أول مغازتنا هنا، وإن شاء الله بعد 3 أشهر أو 4 أشهر نمشي في المارينا، وبعد شهر 5 وشهر 6 نمشي في مغازة 3 في رباط سنتر، رباط مدينة رباط. عندنا نحن بلان في المغرب إن شاء الله بدون 3 سنين إن شاء الله نفتح 10 مغازات.